السلام عليكم اختي المغاربه، جيت درت لكم الفيديو استعجالي على حسب الملقبه بأمي نعيمه اللي دارت فيديو مع السيده في السياره ديالها، وكتقول انها بان الفيروس كورونا فيروس غير معدي، وبانها غتمشي تسلم وغتمشي تعنق وغتمشي للسواق الدور وكنت تشجع الناس بانهم يخرجوا. هذا فيديو غلط وفيديو مغلوط، والسيده اللي كانت كدير فيها كتفيلمي كيبان عليها سيده مثقفه، وتا هي كما كنقولوا زايده فيه. بحال هاد الناس خاص يتم المعاقبه ديالهم، خاص الحكومه تدخل، لان هي عندها متابعين كثر في القناه ديالها، وبما انها هي كتعتبر احنا ما نحطوش من قيمه اي واحد، كتعتبر انها مؤثره، بما ان القناه ديالها كتجاوز 400,000 مشترك، انك تعتبرها هي مؤثره. وهذا الفيديو اللي دارت هو غلط كبير في كما كنقولوا في مشوارها ديال في يوتيوب، هو غلط كبير وغلط فادح. وهذا هو اللي كنقولوا بان الاميه والجهل ديال بعض الناس اللي كيبداو يهضروا ما كيفكروش كما كنقولوا غير جيب فم وقول. هذا غلط، غلط كبير وغلط فادح، والناس المغاربه خاصهم يتبعوا القانون والاجراءات اللي دارتها الحكومه المغربيه. احنا في بلد هولندا، هو بلد كيعتبر بلد جد متقدم على المغرب، وعندنا كامل الامكانيات وعندهم كامل الصحه ديالهم احسن من الصحه ديالنا. خصنا نقولوا هذاك الشيء بصراحه. واليوم اثنين كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل، بان اليوم اثنين منعوا علينا الخدمه، منعوا علينا الخروج لبرا الا في الطوارئ. البارح كانت 1400 حاله، اليوم 1753، والحصيله غادي كتزايد. كنتمنى من السيده امي نعيمه، لان سميتو ما غلوهاش، غلوهم السيده اللي كانت دي معها الفيديو. وكما كنقولوا بان الفقر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان فقر نسيت على الحديث يا رب اسمح لي، كما لو كان الفقر رجلا لا قتلته، سمحوا لي اذا كنت غلط. سميتو الفقر هو اللي كيدير هذا الشيء، شي واحد اللي كان محتاج. وكما كنقولوا انا كيبان لي السيده كما طغات بزاف، الفلوس كتشد من يوتيوب، خدات فيهم الدار، خدات فيهم، ماشي مشكل، الدنيا هانيه، الناس كيساعدوا بعضياتهم، المغاربه كيعتبروا بان ناس كرماء وناس ديال الجود وناس ديال كل شيء. ولكن كتبان لي هاد السيده شويه بحالها شويه طغات، وكنتمنى بان الناس اللي محيطه بها والناس يمشيو يقولوا ليها تحيد الفيديو، والناس ما تبقاش تداوي الفيديو ديالها، لان الفيديو ديالها كتعتبر كما قلت لكم كتعتبر مؤثره، والناس بزاف يتابعوها. وكنتمنى ان القضاء ما يتابعهاش، كنتمنى الان كتعتبر هي اميه. ولكن سميتو انا اللي بغى نقول ان السيده اللي دارت معها الفيديو هي اللي غتصد التعاقب، وهي اللي حيت كيبان فيها سيده مثقفه، وهي يمكن شجعاتها، ولا يمكن انا كنشوف بان هي اللي زادت فيها شويه الفاخر كما كنقولوا. وكنتمنى من اخوتي المغاربه بان التزموا البيوت والتزموا الحيطه والحذر، ان كورونا هو فيروس، كتعتبر فيروس قاتل، والله يجعل السلامه. ان شاء الله كنتمنى بان الاطباء والناس يلقاو شي حل، شي فاكسا لهذا، لان هذا الشيء كيخلع، هادشي كيخلع. كنقول لخوت المغاربه وخواتاتي المغربيات، هادشي اللي كيخلع، حنا في اوروبا كلشي مخلوع، جالسين في الدار ما كنلقاو سميتو. اما كان درت القناه باش كان نتواصل معاكم، كنتواصل مع الاهل ديالي اللي في المغرب، كنت شي حاجه اللي خاصك تبقى مونس بها.
وكنت درت القناة باش ان نوصل لكم معلومات تكون هادفة. كورونا هو مرض خطير خطير جدا. احنا يلا تلاقينا دابا اتصالات من عند الاطباء ديال الحي ديالنا، قال لك اذا كنت كتحس بالسخانة ولا كنت كتحس ب سميتو بال كما كنقول القرجود ديالك كتضرك، كتحس بال سميتو الصهد، خاصك تتصل وتجي يديروا لك التيست. هادشي راه كيخلع، هادشي راه كيخلع بزاف، والتيست من الحيطه والحضاره. وكنتمنى بان الناس اللي دارين بالملقبة بأمي ناعمه بان ينصحوها، والناس مثقفين لان كتبان هي مقارياش وكما تابعه الفلوس كما كنقولوا. والله يرد بها والله يرد بكل المغاربه، وشكرا وسمحوا لينا. وما تنساوش اللايك والشير. ودابا حنا انا عمرت اتاي حق بالاعشاب، وكنتمنى بالله ان استافدوا من ذا البروموسيون اللي دايره الاتصالات الانترنت مجانيه، وتقفوا وتقراوا اللي ما لا ديروا انتم قنوات وتساعدوا الناس اللي بأفكاركم وبأي حاجة مفيدة. وشكرا وسمحوا لي. ميرسي.